غير نظامك، خليك واعي. ثلاث أسباب هتخليك تغير نظامك وتحول من الري بالغمر للري الحديث. لأن الري الحديث أوفر لك بكتير، لأنه بيوفر لك فلوس كتير بتترمي على الأرض من غير فايدة. وتعالى نحسبها. أول هام هتوفر فلوس كتير قوي بتصرفها على الجاز مع كل سائية، لأن لما بتروي بالرش أو التنقيط مش محتاج تحرق كتير، لأن المية هتوصل بسرعة وكل زرعة هتاخد اللي يكفيها وبس. تاني هام هتوفر في السماد، لأنك هتسمد بالعقل والسماد مش هيسيح على الأرض من غير فايدة مع جريان المية. تالت هام هتوفر كمان في المبيدات اللي بترشها اللي هي أصلاً مضرة، وبكده زرعتك تصح وتمنها يزيد. كل ده وغيره هيزود إنتاجك ويزود دخلك، يعني توفير ومكسب من كل ناحية. ده غير إنك هتوفر مية كتير بتروح على الأرض من غير فايدة، لأ وكمان بتضر أرضك اللي بتطبل وتملح من كتر المية. ده غير إن بلدك محتاجة كل نقطة مية علشانك وعلشان مستقبل أولادك. وعلى فكرة الري الحديث مش بس للأراضي الجديدة، ده لكل الأراضي، وفوائده كمان أكتر في الأراضي القديمة. مستني إيه؟ من النهاردة هتقدر تحول للري الحديث بقرض من غير فوائد. أيوة، بدون فوائد زي ما سمعت كده، وكمان هتسدده براحتك قسط كل سنة على 10 سنين. البنك الزراعي المصري بيقولك غير نظامك وحول للري الحديث علشان توفر لنفسك وتساعد بلدك.